ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد فيديو ميناء الجزيرة الخضراء الذي تناقلته العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ها هو فيديو جديد يظهر كيف أصبح ميناء الميريا بإسبانيا بعد غياب عملية العبور التي كانت تشهدها إسبانيا كل سنة والتي كانت تدر عليها ملايين اليوروهات، حيث بلغت قيمة مرور المغاربة من إسبانيا خلال عودتهم إلى المغرب تقدر ب 500 مليون يورو، وهو رقم معاملات ضخم خسرته إسبانيا هذه السنة بسبب مواقفها تجاه القضايا الاستراتيجية للمملكة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. وهذا الفيديو يوضح بالملموس الكساد الاقتصادي في ميناء الجارة الشمالية. ومن جهة أخرى، تمن العديد من النشطاء هذه الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المغربية لرد الاعتبار للمغاربة ككل بسبب تهور إسبانيا بإدخال بن بطوش إلى أراضيها إرضاء لجنرالات العسكر. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.